الحالي. وهنا التضامن الرائع جدا، المؤازرة والمساندة للإخوة في غزة العزة في الضفة الغربية، هكذا هو الحال اليوم بمدرجات هذا الملعب العريق، ملعب الشهيد بن عبد الملك رمضان. جماهير السياسي تعبر عن نبض القسنطينيين والجزائريين عموما، تسجل وقفة العز والشرف، التضامن والمساندة. ركنية في الجانب الأيسر للشباب الأيمن لنجم مقرة، تلعب داخل، داخل الكرة ولكن بالرأس مباشرة من دي إبراهيم إلى 5 أمتار و50 إلى خارج أرضية الميدان لشباب نجم مقرة. كتم بشيرة والارتقاء من دي إبراهيم القناص صاحب 4 أهداف لحد الآن. خلفها للكروم يلعب الكرة في القائم الأول، ترجع للدفاع وترجع من الدفاع وتمشي مباشرة لمعاد حداد، فؤاد حداد أقول، ترجع الكرة للخلف، التسديدة على مرتين، رمضان يفضل التسديد. دقيقة كادت أن تباغت صالحي عبد القادر، يعني كانت كرة ساقطة يبدو أنها ارتقمت برأس أحد المدافعين والمهاجمين، مدافع لكروم علي. هنا الخطورة والكرة، هنا الخطورة من زعلاني، كاد أن يباغت عبد القادر صالحي للمرة الثانية على التوالي. حقيقة الإثارة موجودة، هنا الركنية ونفذ الرأسية، وصالحي حسن حظه ما كانش بعيد على مكان وقوف صالحي. دخول التغييرات الدفاعية متوالية من جانب نجم مقرة، هنا الكرة لصالح النجم، وحلفية بصعوبة يفضل إخراجها للتماس ولكنه يمنح فرصة لنجم مقرة. محمد السعيد بورحلة، بورحلة يمنح التقدم عكس مجريات المباراة لنجم مقرة يا أصحاب الأرض. التوزيعة كانت موجودة على حين غفلة، هدف مقابل صفر، رأسية محكمة في الشباك في القائم البعيد من السعيد برحلة، هدف دون مقابل، 1-0 لنجم مقرة على حساب النادي الرياضي القسنطيني. أظنه ولكنه يفقد الكرة، توزيعة موجودة من هناك، تبقى الخطورة، الفرصة، ماذا يقول الحكم؟ عبد القادر صالحي في المكان المناسب، دائما تأتي الكرة إلى مكان وقوفه ولكنه يتفاعل معها بكل براعة. عبد القادر صالحي برأسية زكريا بن شعة، شكال يرسلها مباشرة لمنذر طنبين، كرة ممتازة وتسديدة قوية جدا، وعبد القادر صالحي، منذر طنبين حاول من بعيد، تسديدة قوية، وعبد القادر صالحي شاهد هنا الإعادة. كاد أن يخادع عبد القادر الأولى في القائم الثاني، تبقى الفرصة المتاحة، الخطورة تبقى موجودة من جانب شباب قسنطينة. فرصة أخرى، فرصة أخرى ضائعة، فرصة أخرى ضائعة على شباب قسنطينة. هنا كانت التوزيعة من عرجي وليد والارتقاء الجميل.